السلام عليكم، مش حوالكم البنات؟ ان شاء الله راكم كامل لاباس. نعتذر على التاخير، هذا ديما نديرو، يعني اليوتيوب ما عدتش نحط فيه كيما قبل، بصح المره هذه لبيت الرغبه تاعكم. كي عجبتكم لاروب اللي كاينه في الصفحه، جايه كلوش كيما هذه، يختلف اللون برك وليمونش. الاخرى جايه بالمراوح، هذه جايه طرباكار وجايين بلاستيك في زوج، يعني كيف كيف يختلف الموديل تاع ليمونش برك. كيما قلت لكم انا هنا راح نحتاج 3 مترات ونص تاع الفيبران. القماش لازم ديما يعود مغسول لانه راح ينقص كي يتغسل. وعندي هذ لي بروش نورمالمون الوحده ب 15000 10000 كيما هكا، الزبونه اللي شراتهم. راح نطوي القماش نتاعي 3 مترات نطويهم، ونخلي نص متره على جنب كيما تشوفوا، هذيك راح نخرج بها ليمونش. وهنا على حساب طول الزبونه، كي تعود وحده متوسطه الطول راح تكفيها 3 مترات ونص في هذا الموديل. راح نطوي على اثنين كما قلت لكم شكل مربع، ونعاود نطويه شكل المثلث. نجيب الجهة المغلقة نحطها على الجهة المفتوحة، ونخلي مسافة 1.5 سنتيم حق خياطة الظهر. راح تجي عندنا في الكلوش خياطة في منتصف الظهر. القياس تاع الخصر هنا عندي 90 سنتيم، نحط القياس على 4 ونعين هذيك الدائرة كما شفتوا. نعاود نهز الطول تاعي متر و7 سنتيم في الطول، ونعاود نهزها على كل جوانب باه تجيني الكلوش تاعي مليحه. الجهه نتاع الظهر راح تتفصل على الجهه المفتوحه باه يجي فيها سحاب مخفي في الظهر. هنا حطيت قياس الكتفين 38 سنتيم على 2، من بعد هبطت ب 15 سنتيم وعينت هذاك الخط. هنا نحيت 2 سنتيم على الجناب عند الابط باه ما يجونيش الكتاف هابطين، لانه هذا لامونش بلاستيك ما فيهاش كتاف، يعني هذوك الليمونش تاعك راح يجوا هابطين. زيد درت هنا في الظهر لي بانس فيهم 2 سنتيم، ونفس الشيء فصلت الامام. هنا الامام يختلف انه جهه مغلقه. لي بانس تاع الامام راح يجوا بالشكل هذا، راح تهبطوا ب 9 سنتيم وتعينوا هذاك الخط الصغير هكا باه تجيكم لا فورم بومبي تاع انتفاخه الصدر. بالنسبه لليمونش راح تطوي القماش تاعكم على 4 باه تتحصلوا على زوج، ديروا 25 سنتيم في العرض و50 سنتيم في الطول. بالنسبه هنا العرض تاع لامونش من تحت راح تجي ثاني بلاستيك، راح ديروها على عرض القماش مطوي على 4 باه يجوكم عراض وتقعد حسب الرغبه نتاعكم. البنات الدرس هذا تاع لاروب هذه راني درت عليه قده من درس تاع لامونش كيفاه تتفصل، تاع لاستيك وتاع لاروب ثاني. ارجعوا للدروس السابقه اللي شافوا الدروس من قبل راهم على بالهم كيفاه راني فصلت. اللي يدخلوا لاول مره جاه من الفيديو كسير ياسر، الغالب لانه عندي الوقت ضيق ياسر، حاولت اني نسرق لكم هذا لاروب هذه نحطها لكم. ادخلوا للدروس اللي فاتت في القناه راح تفهموا الفصاله نتاعنا. هنا بالنسبه للتبطين راني بطنت الظهر والامام، خدمت لي بانس تاعي بطنت نورمال، درت الفيزلين في الحاشيه تاع الرقبه وخيطت الجناب مع بعضهم، سرجيتهم من بعد لصقتهم في لاروب. هنا الزبونه كانت حباته بلي بلي بصح القماش تاعها ما يسمحش انه لاكلوش تاعها يجيها ثاني بلي بلي من الفوق. من بعد هنا ما فينيتش البطان تاع الظهر ما لصقتوش، خليته مفتوح باه نقدر نخيط السحاب المخفي. البنات بالنسبه ثاني للسحاب المخفي راهو كاين قداه من درس في القناه، طريقه الخياطه نتاعو، الفينيسيون، فينيسيو التبطين مع السحاب، يعني في زوج راهم كاينين في القناه. ان شاء الله نحاول المرات القادمه ان نفصل لكم فيديو يكون شويه طويل، على الاقل ربع ساعه ولا 20 دقيقه. بصح كي عاد هذا الموديل حطيته من قبل، يعني قلت معليش نصور لكم مقتطفات منه مع شرح بسيط، يعني راح تلحقكم الفكره. اللي ما فهمتش حاجه البنات اكيد ديما نقول لكم خلوا لي التعليق نتاعكم، ان شاء الله هني نشوف تعليقها راح نجاوبها. هنا راني خيطت التبطين بعد ما درت له السحاب المخفي هكا باه تجي الفينيسيون تاعنا مليحه. اللي تحب لاروب تجيها واقفه كما قلت لكم دير التبطين تاعها يعود كبير، يعني الجهه نتاع الامام هذيك والظهر تتفصل بالدوبل. من بعد هنا نجي عند لاستيك تاع الكتف راح ندير فيه 25 سنتيم، وبالنسبه للاستيك اللي راح يجي في المعصم راح ندير فيه 20. فرميت لامونش تاعي خدمتها وفيني تحت هي، من بعد بقالي غير نخيط تحريفة الابط مع التحريفة تاع لامونش. هذه اخر مرحلة عطيت لكم الخدمة تاعنا بالمراحل بوه تبداو وبوه تكملوا. هذه هي لاروب تاعنا البنات، ان شاء الله تعجبكم.
حاولت اني نمد كل المعلومات يعني في الفيديو هذا بالرغم انه فيه غير 5 دقائق برك، بس ان شاء الله تعود لحقتكم الفكرة، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد وتفصيلة جديدة.